فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. شيخ، في بين في الحديث في التضاد والتنوع، الخلاف في حجاب المرأة، غطاء وجه المرأة، صنف من اختلاف التنوع أو التضاد؟ حجاب المرأة مبني على أدلة للطرفين. نعم، على أدلة للطرفين، وهذه الأدلة إما أدلة الذين يقولون بالسفور وعدم ستر الوجه، لهم أدلة، لكن هي إما منسوخة بالحجاب، لأنه كان في أول الأمر كانت النساء تكشف وجوهها، كانت النساء تكشف وجوهها، مرخص لهن بكشف الوجوه، ثم أمرنا بالحجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. وفي قصة عائشة رضي الله عنها لما حصل ما حصل من تأخرها عن القوم بسبب ما ذكر أنها ذهبت تقضي حاجتها، فجاءت وجدت القوم قد سافروا يظنون أنها في الهودج، وبقيت في المكان وأخذها النوم حتى جاء صفوان بن المعطل رضي الله عنه وقف عليها، قالت وكان يعرفني قبل أن يفرض الحجاب، قالت استيقظت باسترجاعه، وكان يعرفني قبل أن يفرض الحجاب. عرفنا عائشة، لماذا عرفنا عائشة؟ لأنه كان يعرفها قبل أن يفرض الحجاب، يعرف وجهها، فعرف أنها أم المؤمنين، فلذلك استرجع. فالشاهد من هذا أنه دل على أن الحجاب إنما فرض أخيرا، وأن الذين أخذوا بكشف الوجه أخذوا بأدلة منسوخة. نعم، أخذوا بأدلة صحيحة لكنها منسوخة. هذا قسم. القسم الثاني بنوا على أدلة غير صحيحة، على أحاديث غير صحيحة، أو صحيحة لكنها غير صريحة محتملة. فهم هذه وجهة نظرهم، إما أنهم بنوا على أدلة صحيحة منسوخة، وإما أنهم بنوا على أدلة صحيحة غير صريحة يعني بل محتملة، وإما أنهم بنوا على أدلة ضعيفة لا تصلح للاحتجاج. هذا وجه الخلاف بينهم في الحجاب. أما الذين يرون ستر الوجه فإنما أخذوا بالأدلة الصحيحة المتأخرة الصريحة، نعم، التي ليس فيها لبس، مثل يدنين عليهن من جلابيبهن. إيش معنى يدنين؟ هي عليها الجلباب من الأصل. نعم، إيش معنى تدني؟ يعني تغطي وجهها، كما بيّنه عبيدة السلماني لما سئل عن الآية، أخذ بطرف ثوبه وأضفاه على وجهه وقال هكذا. هذا تفسير تلقاه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فبين أن فالآية صريحة في تغطية الوجه. وبتفسير عبيدة السلماني عن إمامه ومعلمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقوله تعالى فاسألوهن من وراء حجاب. وش معنى الحجاب؟ يعني حجاب لبعضها ولا حجاب لجميعها؟ لجميعها. نعم، حجاب لجميعها. اللي يقول أنه لبعضها يأتي بدليل. نعم، فالأصل أنه للجميع، من وراء حجاب، إما ثوب وإما حائط وإما باب، من وراء حجاب. وحديث عائشة صريح، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فكان إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه. هذا صريح، ما هو محتمل، صريح في تغطية الوجه عن الرجال.